وبنرحب بحضراتكم تاني بعد الفاصل، وما زلنا في إطار فقرتنا التانية عن بر الوالدين. كلنا علينا حقوق لآبائنا وأمهاتنا، بس هل بنأديها صح ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله مع فضيلة الشيخ إبراهيم علي، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين. صباح الخير يا شيخ إبراهيم. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا فندم، إن شاء الله حالكم موفقة. إن شاء الله. الشيخ إبراهيم، هو إيه حكم بر الوالدين؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، صراحة أنا بحيي حضرتك على الموضوع الجميل اللي حضرتك بتتكلمي فيه النهاردة، لأن بصراحة إحنا محتاجين النهاردة نعرف الأولاد يعني إيه بر الوالدين. بر الوالدين هو كل عمل خير للأب والأم، إن أنا أحسن إلى أبي وإلى أمي سواء بالكلمة أو بالنظرة أو بالبسمة أو بالمال أو بالمعاملة الطيبة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله تبارك وتعالى بعد عبادة الله عز وجل وبعد توحيد الله عز وجل وبعد الإقرار له بالربوبية قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى أول شيء بعد طاعة الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل بر الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إيه؟ إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين هو فرض، هو واجب على كل مسلم أن يكون بارا بأبواه. ليه؟ اشمعنى يعني ليه الله عز وجل لم يأمر الآباء ببر أبنائهم، لم يأمر الآباء بأن يعطفوا على أبنائهم، ولكن أمر الأبناء بأن يعطفوا على آبائهم. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل العاطفة في الأم والأب هي فطرة غريزية. طبيعي أن الأم تحب ابنها، طبيعي أن هي تبقى قايمة بالليل في عز الليل وفي عز الساعة وفي عز ما هي عايزة تنام وتكمل نوم، ومع ذلك تقوم بالليل عشان خاطر ايه؟ تطبطب عليه، عشان تطمن عليه، تشوفه متغطي ولا لا، تشوفه جعان، تشوفه بيعيط ليه، شوفه غريزة، ده فطرة طبيعية ربنا سبحانه وتعالى غرزها في داخل الأم. لذلك الله عز وجل أوصى الأبناء بآبائهم، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا أمر فطري موجود في داخل الأم والأب. أنت تلاقي الأم يعني سبحان ربي العظيم، هذه الأم حملته وهنا على وهن، يعني هو داخل أحشائها بيأكل من أكلها وبيشرب من شربها وبياخد من دمها وبياخد من عظامها. هذه العظام المنحنية التي تراها في مشية الأم أو الأب إنما هي دليل على ما فعلته الأم بابنها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يبقى الأول الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. ليه؟ لأن الأم مرتبطة ارتباط وثيق بهذا الطفل، هي من حملته منذ أن وضعت هذه البذرة ومنذ أن وضعت هذه النطفة في رحم الأم، فإن الأم مربوطة مع هذا الولد. تلاقي إن الأب بيشتغل وبيروح ينفق على البيت ومش عارف إيه، ولكن في النهاية الابن متصل بأمه، الولد متصل بأمه، الولد هي التي ترعاه، هي التي تربيه. لذلك إحنا دايما بنستغرب إزاي إن الابن يزرع في داخله جحود أو عقوق ناحية الأم. بصراحة بتبقى مشاهد في قمة المأساة. أما نرى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من أكبر الكبائر، واسمع معايا كويس جدا لأن الموضوع ده ما كانش موجود أيام الصحابة، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. فالصحابة تعجبوا قالوا: يا رسول الله، أيسب الرجل أباه؟ هو ممكن واحد يشتم أبوه؟ طبعا الكلام ده بيحصل في وقتنا ده، هو ما كانش موجود على أيامهم، ما كانش موجود على أيام الصحابة أصلا زمان، لكن الكلام ده موجود حاليا. طبعا، إن احنا نشوف ابن بيشتم أبوه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقصد كده، قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. طب أنت تقصد بإيه يا سيدنا النبي؟ أنت الحديث ده مفهوم منه إيه؟ قال: أن يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. يعني أنا أشتم مثلا والد زميلي وزميلي يشتم فزميل والد. اللي إحنا يعني تلاقي اتنين زمايل قاعدين مع بعض: يا ابن فلان، يا ابن فلانة، يا ابن كذا، يا ابن كذا. هذا الأمر من أكبر الكبائر،
هو من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر، عشان هو شتم والد زميله، عشان شتم والد زميله، فما باله اللي بيشتم والده نفسه ده. يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام في ومن يضرب اباه، القصد ان فما بالك بمن يقتل اباه او يقتل امه. نسمع الكلام ده طبعا طبعا طبعا، احنا بنسمع عن قواضي كتير. فتخيل معي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تقل لهما اف مجرد اف. العلماء بيقولوا لنا ايه؟ يقول لك لو ان الله عز وجل وجد كلمه اقل من كلمه اف لقالها. لو في كلمه اقل من كلمه اف بس كده يعني حركه، مجرد انك انت قاعد بس كده حركه، انت قاعد مع ابوك وامك فانت شوحت بايدك ولا مش هذا امر عظيم عند الله عز وجل. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. استاذن حضرتك بس، هو المقصود اللفظ نفسه اللي هو لفظ اف نفسه ككلمه من حرفين ولا المقصود كفعل؟ ان اللفظ عامه حتى ولو وصل الى درجه الحرفين دول، يعني حتى مجرد حركه بسيطه، اي لفظ اي لفظ اي إحاءة اي إيماءة تصدر من الابن تجاه امه فان الاسلام قد نهى عنه. مش مجرد اللفظ كمان، يعني اللفظ اللي بيتلفظه الانسان لا، ده لو اقل من كده كمان، لو لقينا حاجه اقل من كلمه اف كان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذا الامر. يعني ده تعتبر اقل حاجه ممكن تكون ممكن تحصل يعني. بالظبط كده. واسمع معي هذا الحديث جيدا. اتفضل. اسناني لا يقبل منهم صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منه صلاه ولا يقبل منه صدقه ولا يقبل منه زكاه ولا يقبل منه عمره ولا يقبل منه حج ولا يقبل منه اي حاجه. مين دول يا رسول الله؟ اسناني لا يقبل منهم صرف ولا عدل، منهم العاق لابواه اللي ما بيسمعش كلام امه واللي بيزعل امه بيزعل ابوه. طبعا شيخنا بعد ما بننفذ كل تعليم الدين زي ما حضرتك قلت بالنسبه لبر الوالدين اكيد في فضل هيعود على الشخص اللي بر والديه. احنا عايزين نعرف فضل بر الوالدين بقى على الشخص نفسه. انت محتاج والدين. انت محتاج يعني احنا دايما حتى بالبلدي كده اما نتكلم يقول لك ده فلان ده اما نلاقيه ناجح يقول لك امه دعياله. ايوه صح ولا شائعه؟ اه يعني فلان ده تلاقي واحد ناجح كده لعيب كوره مشهور قوي ها يقول لك ده امه دعياله. يا عم يا ريتنا امهاتنا كلهم زيه يعني. دعوة الأم هي دعوة مستجابة، من الدعاء المستجاب أن تدعو الأم لابنها أو على ابنها. خلي يعني بالك أدعى على ابني كمان ده مستجاب. ألا ما احنا عندنا مثل شعب خاطئ بيقول لك أدعي اللي ده أدعى على ولدي واكره اللي يقول أمين. أدعى على ولدي واكره اللي يقول أمين. خلينا بس ناخد إيه تفصيل تمام. حاجة حاجة عشان إيه ما يتوش من الموضوع. النهاردة كان في صحابي كان في احد التابعين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يسمى ويس القرني. هذا الرجل عاش في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقابل النبي. طلب من امه استاذنها ان هو يروح يقابل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فهي قالت له خليك معايا. فهو قعد سمع كلام امه اطاع امه فضل قاعد معاه. فيجي سيدنا عمر بن الخطاب كلما جاء إليه وفد من اليمن يسأل عن هذا الرجل الذي يسمى أويس، أويس القرن. فلما وصل إليه قال أنت أويس؟ قال نعم. من مراد؟ من قرن؟ قال نعم. قال أبك أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ كان هو عنده مرض البرص اللي هو تغير لون الجلد، فجسمه كله شفي من هذا المرض إلا موضع درهم يقال في جنبه الأيسر. فكشف عنه لسيدنا عمر بن الخطاب. طب انت بتسأل علي ليه؟ قال له لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. كان من علامات أويس ايه؟ قال لك له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله. من درجة وصوله لبر الوالدين هو استجابة الدعاء ده بسبب ايه؟ ان هو كان بارا له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر الله لك فافعل. فسيدنا عمر راح نده عليه قال له استغفر الله لي. أنا سيدنا عمر هذا هذه الأسطورة العظيمة يطلب من تابعي أن يستغفر الله عز وجل له. ليه؟ لأن هذا الرجل قريب من الله بسبب بره لأمه. يبقى أنت أول حاجة أنك أنت تكون مستجاب الدعوة. تاني حاجة أن يكون في بركة عندك في الرزق وبركة في الصحة. ثالث حاجة أنك أنت زي ما هتبر أمك وأبوك ابنك هيبرك. بروا آباءكم يبركم إيه؟ أنا تدين في ده. بروا آباءكم يبركم أبناءكم. سيدنا إبراهيم عليه السلام
أما كان بيكلم أبوه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بيدعو أبوه، بيقول له إيه؟ شوف اللفظ، وإحنا معنا أساتذة اللغة العربية، يقول يا أبتي، شوف اسمع الكلمة دي حط تحتها خط، يا أبتي لا تعبد الشيطان. فيجي الأيام تلف وتدور، ويجي سيدنا إبراهيم يطلب من سيدنا إسماعيل طلب، وطلب كان عظيم، وطلب كان بلاء واختبار شديد. انت عارف اللي هو الذبح، اللي هو ذبح ابنه. ما احنا بنقول اهو ان عاطفة الابوة موجودة في داخل كل اب، وعاطفة الامومة موجودة في داخل كل ام. فسيدنا ابراهيم بيبتلى هذا الابتلاء العظيم، يقول له: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فسيدنا اسماعيل رد عليه قال له ايه؟ قال يا ابتي. جاء بتاء التعظيم. هو اما كان سيدنا ابراهيم بيكلمه في البداية بيقول له ايه؟ يا ابتي لا تعبد الشيطان. سيدنا ابراهيم بيكلم ابوه طبعا. فيجي ابنه يقول له ايه؟ يا ابتي افعل ما تؤمر كما تدين تدان. طبعا. كما تدين تدان، في الخير وفي الشر، في الطاعة وفي المعصية. يا ابتي زي ما انت بتسمع كلام ابوك، بروا اباءكم يبركم ايه؟ ابناءكم. ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابراهيم بيقولوا لنا دايما كده، اللي هي الناس الحكيمة يعني، ان هو لو عاوز تعرف معدن فلان، فلان ده اصيل ولا لا، شوفوا معاملته مع باباه ومامته لما هم يكبروا ويحتاجوا له، مش وهو صغير ومحتاج لهم. فاحنا عاوزين نعرف من حضرتك حقوق الابناء بقى يعني ايه، وايه حكمه؟ طبعا حقوق الابناء احنا من اكبر الكبائر، من اكبر الامور، ومن اصعب الامور، ومن اكثر الذنوب ان يكون الابن عاقا باباه. وزي ما قلنا كده، كما تدين تدان. زي ما انت بتعمل مع ابوك وامك هتلاقي ابنك بيعمل معاك. واحنا عارفين القصه المشهوره، واحد كان قاعد مع ابوه، مراته مش عايزه تقعد مع ابوه على طبليه واحده، ابوك بياكل، يقع الاكل على هدومه ويبهدل نفسه، فانا مش هينفع ان انا اكل مع ابوك. نعمل ايه؟ في اوضه في اخر البيت كده هنحط له شويه اكل في اناء، هنحط له طبق كده ياكل فيه على جنب، عشان خاطر انا بعرف مش هقدر اكل معاه. تمر الايام ويموت الجد وله حفيد، فيمسك بهذا الطبق، يمسك الطبق ويعينه. فالراجل بيقول لابنه: انت عين الطبق بتاع جدك، بتاع جدك ده ليه؟ فقال له: عشان اما تكبر ااكلك فيه. سبحان الله. سبحان الله. عشان اما تكبر ااكلك فيه. كما تدين تدان. وان كان في هذا الحديث ضعف، علقمه وكان احد الصحابه، فكان النبي عليه الصلاه والسلام جاءوا اليه: يا رسول الله، ان علقمه لا يستطيع ان ينطق الشهاده. في عصر النبي أحد أبويه موجود على قيد الحياة، قالوا: نعم أمه موجودة. فقال لها: كيف حال ولدك معك؟ ابنك عامل إيه معك؟ فقالت له: يا رسول الله، إنه كثير الصلاة والصيام والصدقة، ولكنه يفضل زوجته علي. مش معنى كده أنك أنت تظلم زوجتك، ومش معنى كده أنك أنت تتجنى، لكن عليك أن ترعى أمك. زي ما أنت إحنا عندنا قصة أصحاب الغار، الثلاثة اللي دخلوا الغار والحجر قفل عليهم، فالثلاثة مش عارفين يخرجوا، فكل واحد يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح. فواحد اتكلم عن كذا، واحد اتكلم عن كذا، واحد قال: يا رب، لقد كان لي أبوان، كان عندي غنم أرعاهم، وكنت أحلب الحليب وأمسك هذا الحليب أسقي أبواي الأول، وبعد كده أشرب مين؟ ولادي. فأنا مسكت الإناء بتاع الحليب ورحت أقف جنب أبويا وأمي، لقيتهم نايمين، فأنا خايف إن أنا أصحيهم، وولادي عمالين يعيطوا عايزين يشربوا وعايزين ياكلوا، بيتضوروا من الجوع. فقال: يا رب، إن كنت فعلت هذا الأمر خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فاستجاب الله عز وجل له دعاءه. اللي كان بيعمله مع والديه. يعني شوف برضو، ما هو قويس كان مستجاب الدعوة وهذا الرجل. يبقى بر الوالدين هيكون وسيلة لنجاتك من المهالك، وعقوق الوالدين يكون وسيلة لكل المصائب والكوارث. طيب كده حضرتك يعني ممكن يكون في عقوق من الاباء، من الاباء لابنائهم؟ نعم. ممكن نسمع ان في اب بيعوق ابنه؟ نعم. عايزين نعرف هناك إزاي. هناك اب يعوق ابنه. سيدنا عمر بن الخطاب كان في ذهب اليه رجل يشكو من ولده، من عقوق ولده، فارسل الى هذا الولد: تعال مزعل ابوك ليه؟ فقال: يا امير المؤمنين، ما حق الولد على ابيه، أو ما حق الولد على والده؟ فقال له: أن يحسن اختيار اسمه، وأن يحسن اختيار أمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله، وأن يعلمه الصلاة. فقال له: أما أبي سماني جعلا، اسما يعيرني به الناس، يعني كل الرايح واللي جاي بيتريق على الاسم بتاعي. عشان كده احنا بنقول اختار
وانت وانت اول ما بتخلف كده اختار اسم طيب، اسم جميل، لان هذا الاسم سيظل ملازما لولدك طوال حياته، فقد يسبب له بعض المشاكل الايه النفسيه. فقال لو اختار لي اما هي امة يهودية تعمل عند مجوسي، ولم يعلمني الصلاة ولم يعلمني كتاب الله عز وجل. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال له يا رجل لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. أنت اللي عملت كده في مين؟ في ابنك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة، وكان في أعرابي قاعد جنب منه، فوجده يحنو على الحسن والحسين سيدا شباب الجنة رضي الله عنه. فنظر الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال له يا رجل من لا يرحم لا يرحم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. خلي بالك احنا عايزين نسقط الكلام ده على أرض الواقع، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الكلام ده يا شيخ إبراهيم كان أيام الصحابة وكان زمان، دلوقتي مشاغل الحياة بتلهي الناس. النهاردة الغريزة موجودة والفطرة موجودة، ونحن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النهاردة أنا أقول لك على حاجة، وكل أبائنا لازم يخلوا بالهم، البنت اللي بتشبع من حضن أبوها لا يمكن تعمل حاجة غلط. البنت اللي بتشبع من حضن أبوها لا يمكن تعمل حاجة غلط. دي نصيحة غالية من حضرتك. طبعا، لأن النهاردة أنت كأب أنت عليك دور، لكن يحصل إيه بقى النهاردة؟ ويمكن إحنا عارفين إن في مشاكل بتحصل كتير وحالات طلاق بتحصل كتير. فيجي الأب يتعنت مع أولاده فلا ينفق عليه. أقول له كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنت كده بتعق أبنائك، أنت كده مش بتأدي واجبك نحو أبنائك. كفى بالمرء يا اسم، انت مش محتاج ذنوب تاني. عدم الانفاق عليهم برضو من عقوق الاباء لابنائهم. ما هو ده اللي احنا بنقوله، بالاضافه لاختيار الاسم وان هم ما يعلموش تعليم الاسلام. بالظبط كده، بيسبب مشاكل طبعا. انك انت تختار اسمهم، انك انت تربيهم والتربيه، تختار الام الصالحه، انك انت تختار ام صالحه، انت تختار زي ما بيقولوا كده الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. فهذه الام الله عز وجل جعلها هي الأرض التي توضع فيها البذرة، فإذا كانت الأرض جيدة هتلاقي النبتة تطلع إيه؟ نبتة جيدة، وإن كانت الأرض ضعيفة هتلاقي النبتة ضعيفة. صح فعلا شيخ. تمام. طب إحنا ممكن نشوف عقوبة عقوق الوالدين ده في الدنيا ولا هو ربنا سبحانه وتعالى بيأجله للآخرة؟ ما إحنا قلنا اثنان يعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة. عقوبة عقوق الوالدين يراها الإنسان بعينه اثناء حياتي. احنا معانا اتصال. ايوه الحاجه مين؟ تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه نعيم، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك انت وحسك في الدنيا؟ الحمد لله. الشيخ ابراهيم مع حضرتك يا فندم. نعم يا أمي. نعم ايه بتعيط بس؟ تملك نفسك يا حاجة. تمام يا ست نعيمة، يعني مشكلة حضرتك مع أبناء حضرتك وإن هم بيعوقوا حضرتك ويعني مش متواجدين مع حضرتك. مزعلينك ازاي؟ مزعلين ازاي؟ حضرتك عندك ممكن عندك كم عيل؟ عندي بره. حضرتك بس اقفلي. تمام. حضرتك بس اقفلي التلفزيون او وطي صوت التلفزيون شويه، اسمعينا من الموبايل بس. اتفضل يا امي. ادعي لهم يا امي بالهدايه. نعم. ادعي لهم ان ربنا يهديهم، وهم يا رب يكونوا سامعيننا دلوقتي. مريم واسماعيل. عندهم قد ايه؟ الثغي مراته اللي انتهيت اسماعيل، وخاطر اللي معايا كليته، وبعد ما خدوه عفوني، ومراته بتشتمني، وانا رحت عندها شويه وانا عيانه بالزلمي، وانا قاعده ساكنه في بيت واحد اسمه ربيع من المنيا في شارع علي ميه. أخشى
يقين من عند الله وخلوا خلى معايا هرجة الذكور ورحت عيانة وبحنا عندهم مرات وردني وشتمتني والله والله يا والله يا شيخ والله والله العظيم ربيت وغوصته. طب يا أمي طيب إحنا بنبعت لهم رسالة طيب على الهوا كده يا رب يكونوا سامعيننا، يعني بنقول لهم يعني 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 عليكم بهذه الأم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله فإنما تفعلونه من أكبر الكبائر والله ستحاسبون عن ذلك، والله ستحاسبون عن ذلك كما تدين تدان، فما تفعله بأمك اليوم سيفعله أبناؤك بك غدا كما تدين تدان، اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل. طيب حكم دعاء الاب والام على ابنائهم يا شيخ سعيد يا شيخ ابراهيم؟ هو احنا يعني يعني سريعا بس اديك وقت المزيد، بنرجو من الاباء والامهات ان هم ما يدعوش على ابنائهم، يعني حتى ولو كانت الام عاصيه، حتى ولو كانت الاب، لو كان الاب عاصي فالدعاء على الابناء هو دعاء مستجاب، فاذا دعوت على ولدك اثناء الغضب فانت ستتالم الاما مضاعفه بعد كده لما سيحدث فيه لو دعيت عليه بمرض، ولا دعيت عليه ان ربنا ينتقم منه، ولا دعيت عليه ان ربنا يوريك فيه. واحد ماسك بأسطار الكعبه او امراه ماسكه بأسطار بتدعو على ابنها تقول لك يا رب اشوف في يوم زي ما كان بفضل، حصل ادينا سامعين اهو من واقع الحياه طبعاً. يفضل زوجته على امي، اقول له اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، لن يكون هناك لك بركه في رزقك، ولن يكون لك بركه في اولادك، ولن يكون هناك بركه في مالك، ولا في الدنيا ولا في الاخره، يعني مش هتلاقي بركه خالص. طب. ولا هتلاقي الفلاح ولا الصلاح في الدنيا ولا في الاخره. الايات القرانيه بتدل على هذا الموضوع. احنا بنشكر حضرتك جدا يا شيخ ابراهيم على المعلومات اللي حضرتك افدتنا بها النهارده. شكرا، معلومه قيمه جدا. العفو فندم. هو في تنويه يعني او حاجه حابب اقولها؟ احنا بالنيابه عن نفسي وعن اسره برنامج ابن حياتك بنتقدم بالشكر لضيوفنا النهارده، وبنتقدم بخالص العزاء لاسر شهداء سجن طره هذا الحدث المأساوي، وبنتمنى من الله ان يدخل الشهداء فسيح جنته وان يلهم اهليهم الصبر والسلوان. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر ضيوف الاعزاء وبشكر مشاهدينا، وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج ابن حياتك.